أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وليال عشر، وهذه الليال أشهر الأقوال فيها أنها عشر ذي الحجة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذه الأيام الفاضلة المطلوب فيها التقرب إلى الله بكل أنواع القربات، إنه ينبغي اغتنام العشر ذي الحجة بالأعمال الصالحة من ذكر وقرآن ودعاء وصدقة وصلاة، الإحسان إلى عباد الله وكف الأذى. إذا علم الواحد منا أن كف أذاه عن الآخرين صدقة منه على نفسه. يدخل فيه الصيام والاستكثار من نوافل الصلاة والصلة والبر، وكل ما دل الدليل على أنه عمل صالح يحبه الله سبحانه وتعالى. فإذا هي صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب وقربة. وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، أي لمن لم يكن واقفا بعرفة. يسن للإنسان في عشر ذي الحجة أن يكثر من التكبير. التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أو يثلث: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مثلها: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كبيرة، وسبحان الله وكتب عصير. والأمر في هذا واسع، يعني سواء كبرت مرتين أم كبرت ثلاثا فكلها على خير. يبدأ التكبير في أيام عشر ذي الحجة، إذا ثبت هلال ذي الحجة فإنه يكبر في هذه الأيام ويكثر من التكبير. ويرفعون أصواتهم إلى الشوارع وفي البيوت وفي المحلات، يرفعون أصواتهم للتكبير. أما التكبير الجماعي فهو غير مشروع، بدعة. كون يتكلموا بصوت واحد هذا بدعة، لا، غير مشروع. يقول العلماء إن أيام العشر، عشر ذي الحجة، أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. وأما الليالي فليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. والعجب أن الناس غافلون عن هذه العشر. تجدهم في عشر رمضان يجتهدون في العمل أو لا؟ نعم يجتهدون، لكن في عشر ذي الحجة لا تكاد ترى أحدا فرق بينها وبين غيرها. فاغتنموها وفقني الله وإياكم، كل بما يسر الله له من الخير فيها.